السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجدي. برج الجدي، لعل كل اللي ينطبق عليك يا برج الجدي يكون خير ويكون فرح وهنا وسعاده. التصوير يا برج الجدي بالكاميرا الاماميه، فالصوره بتدي معاك العكس. استخارتك قوية وجميلة وهتكون كلها تفاؤل وفرح وهنا وسعادة، لأن إن شاء الله بإذن الله من خلال قراءتك هتدخل على قلبك وهتكون مبسوط جدا بها، لأنها هتكون طاقة إيجابية وهتكون فرج على حياتك إن شاء الله بإذن الله. ونقول بسم الله ونفتح مع بعض. بسم الله. سورة الأحزاب. سورة الأحزاب. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندكم تقوية في علاقة، تقوية مع الله، تقوية حتى مع نفسكم. أصبحتوا أقوى، أصبحتوا بدأتوا تعملوا حاجات مختلفة. دايما جوه قلبكم في خير لكل الناس، ودايما متوكلين جدا على ربنا، بس قلبكم في وجع مش ظاهر. الوجع ده مكتوم بينكم وما بين الزوج او الشخص اللي في الحياة العاطفية او مع حد معين. تعبكم نفسيا، مفيش طهارة في العلاقة بينكم، دايما في مشاكل. دايما عندكم أبنائكم، أولادكم، عندكم أطفال تعبانة، دايما بتشتكي على طول رغم إن أنتم مش مقصرين معاها. عندكم هدوء تام من الفترة اللي جاية وهيكون في صالحكم. البعض منكم باله مشغول جدا بتسديد إصات عليه، رغم ان انتوا عندكم موعد مع الله. كشفتوا خيانة او هتكتشفوا خيانة الايام اللي جاية عن مال بيتسرق منكم وانتوا مش اخدين بالكم. في اخطاء اخطأتوها تخص الحياة العاطفية وبدأتوا تاخدوا قرارات غير اللي انتوا بتاخدوها حاليا. البعض منكم ممكن يكون، لو انت فتاة عندك مشاكل نسائية، عندك عرق نساء، عندك مشاكل في مشاكل نسائية، فبدأت يعني بتحاولي ان انت تلاحظي الموضوع، فبدأت ان انت تاخدي علاج. الفترة اللي جاية دي هيكون عندكم هجرة، هيكون عندكم اسمة نصيب مفتوحة في السفر، وهتبقى فيها خير جدا ليكم. فياريت تركزوا كويس جدا ان انتوا تفعلوا الحاجات الجديدة اللي عندكم، علشان البعض منكم ناوي يغير حاجات كتيرة جدا في باله، رسم خطط فبيشتغل عليها، رسم امور فبيحاول ان هو يبني اشياء جديدة الفترة دي. عندكم رقم 3. رقم 3 ده عشان نكون صراحة مع بعض، حاجة من الاتنين، لإما تبشرات، لإما أخبار، لإما حاجة تخص رقم 3، أو في نفس الوقت ممكن أنت تكون رقم 3 ده رقم بالنسبة لك حاجة كبيرة. عندك بشرة هتجيلك الفترة دي، والبشرة دي هتكون خير ليك قوي، هتفرحك. انت على وشك نهاية حاجة، لإما على وشك نهاية مشروع، لإما على وشك نهاية يأس، ظلم، كسر، الله أعلم. بس انت خلاص قدامك خطوتين بالظبط أو 3 خطوات وتوصل للنهاية اليأس اللي انت فيه. عندك هنا مفاجأة حلوة جدا قريبة منك، المفاجأة دي هتفرحك قوي وهتديك طاقة كبيرة جدا لقدام، وهتحس قد ايه ان انت بالك هيكون مرتاح. كمان انت هنا في شوية مواضيع بالك مشغول بيهم قوي، اكتر من حاجة بالك مشغول بيها قوي، عمال تسعى الفترة دي. البعض منكم خاطب او داخل على حالة ارتباط. عندك الارتباط مفيش استقرار، تغيرات بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريك، مفيش تفاهم. عندكم علاقة مع ابراج نارية وفي شوية ضغوط بينكم وما بين بعض. انتوا هنا لما بتحبوا بتحبوا قوي، بس في حد طمعان فيكم، حد بيسحب منكم. انتوا براءة جدا، ماشيين بما يرضي الله في الحياة، بس عندكم حد بيعرف يستغلكم.
بتحبوا الخروج، بتحبوا التغيير، ما بتحبوش قعدة البيت، بتحبوا تطلعوا وتجددوا من كذا حاجة. كمان قلبكم طيب قوي، من ورا طيبة قلبكم دي اتخذلتوا اكتر من مرة، او بمعنى اصح اتطعنتوا في حاجات كتيرة جدا. اليومين دول انتوا بترسموا خطط، بتنفذوا، بتحاولوا تسعوا، عندكم اكتر من تعديل في اكتر من موضوع، وقررتوا ان انتوا تاخدوا حقكم تالت ومتلت الفترة دي. كمان الفترة دي انتوا بدأتوا تعرفوا ناس في حياتكم، اعداء من احباب، مصالح مش من مصالح، بدأتوا تفهموا كل الاشخاص اللي حواليكم وتعرفوا كل واحد عايز منكم ايه. وزي ما قلت لكم النفور اللي بينكم ما بين الشريك ده امر طبيعي، بس انتوا عندكم ضغوط، الشريك في حد عايز ياخده منكم، خلوا بالكم من النقطة دي، الشريك في حد بيعمل له سحر وبيعمل له حاجات تخليه يبعد عنكم، فخدوا حذركم من النقطة دي وما تقعوش في الفخ ده. في حد عندكم دايما بيجيب اللوم عليكم في كل حاجة، رغم ان انتوا تحملتوا حاجات محدش يستحملها، عشتوا حاجات محدش يعيشها، يعني عملتوا حاجات كتيرة جدا، بس ربنا هيجبر بخاطركم في الوقت المناسب. عندكم حد هيزوركم الفترة اللي جاية، هيبقى في زيارة بينكم وبين بعض، ما بينكم يعني، حد هيجي يزوركم وهيبقى في كلام وهيبقى في مواضيع هتتفتح وهيبقى في كذا حاجة. في 2 ستات هنا هيزوروكم زيارة مفاجأة الفترة دي وهيبقى في كلام بينكم، فخلوا بالكم من النقطة دي في أي حاجة. في رجوع بينكم وبين حد من أبراج ترابية، عندكم رجوع وعندكم كلام، بس دايما هدوا بالكم وهدوا أعصابكم، علشان انتوا دايما محطوطين في خانة الكلام السلبي، او محطوطة بمعنى اصح في، يعني دايما محطوطين في خانة كده طاقات ومشاكل انتوا في حياتكم. عندكم رجوع زي ما قلت لكم، وعندكم طاقة ايجابية باذن الله الفترة اللي جاية، واكتر الرجوع ممكن يكون مع برج الثور، عشان برج الثور هيبقى في كلام بينكم، وهيبقى رغم ان انتوا في شد دلوقتي، بس هيبقى في صلح او هيبقى في كلام بينكم، وكل واحد هيقول اللي عنده. هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله برج العذراء هنا بيفكر فيكم، بيحبكم جدا، او انتوا يعني ممكن الفترة اللي جاية يبقى فيه كلام خلال 3 ايام، خلال 3 ساعات، فخلوا بالكم. كمان انتوا هنا مصدومين من صدمة كبيرة جدا، فياريت تكونوا حريصين اكتر الفترة دي عشان في صدمة كبيرة. في واحدة ستة عندكم هنا تخينة وعريضة كده وملامحها واضحة، يا ريت تخلوا بالكم منها، أمحوية الست دي، حسودة وبتاعت كلام كده. انتوا اليومين دول برضو شغالين على مال، شغالين على ورث، شغل في محكمة، شغل بين اخوات، الله اعلم، او انتوا ليكم حق متاكل، ليكم حق اكلينه منكم، اخدينه غصب عنكم، وانتوا مش عارفين تعملوا اي حاجة، الله اعلم. بس بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا عندكم رجوع مع ناس كتيرة جدا في حياتكم، وحياتكم هتبدأ تتظبط او هتبدأ تتحسن، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي وتحرصوا على التعامل مع بينكم وبين حد. هنا كمان في طاقة، والطاقة دي هتكون طاقة جميلة جدا، وهيبقى في رجوع حقكم عندكم الفترة اللي جاية، بس انتوا الفترة دي نفسيتكم تعبانة، عندكم كده تشنقات، عندكم خنقة، تكتيف، عندكم وجع في البطن من غير اي سبب، لدرجة ان انتوا مبقاش عندكم توازن زي الاول، بدأتوا تفقدوا حاجات، بدأتوا تعملوا حاجات كده غريبة. في حد عندكم هنا بيرمي عليكم الطاقات على طول، في شوية حاجات بتعاني منهم في جسدكم او في حياتكم بالكامل. عندكم واحدة ست، الست دي معاها بنتين، حقودة غيارة، ما بتحبش لحد الخير ابدا، فياريت تخلوا بالكم برضو منها. بسم الله هنا ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله عليكم، انتوا هنا عندكم الست دي يعني باينة قوي ان هي بتأذيكم، وانتوا هتاخدوا بالكم من النقطة دي. عندكم حد عايز يعمل عملية في ارض بيتكم، العملية دي هتكون خير ان شاء الله باذن الله، وهتكون صلح، لو هم قلقانين او خايفين فهي هتكون صلح. عندكم هنا حرف السين، حرف الميم، حرف الحاء، حرف الالف، حرف النون، دول موجودين في حياتكم الحروف دي، وفي بينكم كلام او في بينكم ارتباط او رجوع، حد هيرجع لك منهم والله اعلم. خروج كمان من الطرف الثالث من حياتك، خروج الطرف اللي بيأذي فيك، خروج الطرف اللي متعمد دايما يأذي، خلي بالكم انتوا مهما يقولوا لكم انتوا فيكم وفيكم، انتوا بتسكتوا وما بتتكلموش لحد ما تشوفوا ايه هتعملوا ايه. صبرتوا كتير جدا، وحان الوقت ان ربنا يؤجل يعني ييسركم باللي انتوا محتاجينه. كمان هنا انتوا البعض منكم عنده وقف الحال وعنده طاقة انتظار،
طاقة الانتظار رهيبة جدا. هنا بتشايفين حاجات كتيرة جدا قدامكم وشغالين عليها او ناويين تشتغلوا عليها، وزي ما قلت انتوا عندكم وجع في تكتيف كتفكم كده واجعكم، او عندكم شوية امور ازيكم. في صديق هنا عامل حبيب ليكم، بس هو مش ولا حبيب ولا اي حاجة، هو خاين جدا، او انتوا تعرفوا ان هو خاين جدا. انتوا ما تدوش الثقة في حد، خلوا بالكم من النقطة دي، الثقة اللي انتوا بتدوها في حد ده بيطلع اذى ليكم انتوا. عندكم ابراج مائية، فيها هيبقى في كلام بينكم وهيبقى في شد بينكم الايام اللي جاية. انتوا اليومين دول حرفيا بترسموا كذا خطة علشان تنجح، او فيها هيبقى في كذا تعديل، زي ما قلت لكم هيبقى في اتخاذان حق الفترة دي، هيبقى في امور هتجددوا منها وتطلعوا من الطاقات اللي انتوا بتمروا بيها حاليا. الله اعلم، بس انتوا في حاجات كتيرة جدا شغالين عليها، او اكتر من حاجة ناويين تشتغلوا عليها الفترة دي، علشان انتوا بتقولوا احنا اتظلمنا، فحان الوقت ان ربنا يكبر بخاطرنا ويبشرنا من حيث لا تحتسب. كان عندكم حد ما بيحكمش ابدا بالصلح، كان دايما الشخص ده يعني بيأذي، كان شخص بيحب الفتنة، بيحب الطاقات السلبية. الحسد الشديد بيخليكم بتعانوا من نفور، بيخليكم مش مرتاحين في أرض البيت اللي انتوا فيه، وعايزين تمشوا، عايزين تهاجروا، عايزين تطلعوا من المكان بأي طريقة. ليه؟ علشان ما بقاش عندكم حتى خلق أو طاقة. البعض منكم هنا عندك مواجهة مع شخص، او هتسمع كلام بخصوص شخص مقرب منكم، والمواجهة دي هتخليكم كده تاخد قرار حاسم بينكم وبين حد، وهيبقى فيه كلام كتير. انت هنا قريب جدا هتبدأ تجيلك فرص حلوة، وهتبدأ كده بعمل استثنائي جميل، وهتبدأ تدخل في مشروع جميل برضه هيبشرك بالخير، بس انت عندك طاقة تردد ومش مرتاح في الموضوع ده، او مش مرتاح في الحاجة اللي انت فيها دي. عندك موضوع انت بتحاول تستفاد منه بكل الطرق. انت معروف عنك ان انت بتحب الحياة البريئة، بتحب السهر، بتحب الخروج، بتحب الطاقات الايجابية. عندك هنا كمان طاقة حلوة، طاقة مختلفة، في حد من افراد عيلتك انت بتفكر فيه دايما، بتحب دايما تديه، بتحب دايما تقف معاه، بتحب دايما يعني تخليه احسن حد في الدنيا. في طاقة متحكمة فيك، الطاقة المتحكمة فيك دي هي طاقة خمول وكسل، ودايما حاسس بالإحباط والصداع المستمر. لا، اطلع من اللي انت فيه، انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك عندك طاقة حلوة، بس في حد بيراقبك من بعيد ومش راضي يتكلم، او انت مش واخد بالك منه. فانت الفترة اللي جاية هتاخد بالك من كل اللي حواليك، وهتبدأ تهتم بنفسك وتهتم بشكلك وتهتم بحياتك، والحاجة اللي عندك فيها مشكلة هتبدأ تعالجها بشكل كبير جدا، عشان انت هيكون عندك نجاح وازدهار حاسم او ازدهار قوي جدا. انت هنا طيبة قلبك، ويعني طيبتك وطيبة قلبك الابيض، دايما ربنا بينصرك على جميع الاعداء، وعشان كده الانفراجات على الباب، عندك كذا باب هيتفتح قدامك، وبعد المعافرة اللي انت عمال تعفرها هيبقى في دعم حلو جدا، وهيبقى في طاقة جذرية جديدة على حياتك بسم الله ما شاء الله عليك. كمان هنا عندك فرحة بتتحضر لك زي ما قلت لك، ومفاجأة انت كنت مستنيها من بدري، في حال الوقت ان ربنا يكبر بخاطرك ويبشرك من حيث لا تحتسب. حد عندك عامل زي التعبان، في حد عندك عامل زي كده التعبان اللي بيتبدل الوانه، بيتبدل وشه، والحد ده طبعا انت هتكتشفه بشكل كبير جدا. انت هنا عندك الحياة العاطفية هيبدأ يبقى فيها توازن، هيبدأ الامور عندك تتحسن، الاضواء عندك هتكون ليك انت او في صالحك انت بمعنى اصح، بس انت هنا يعني عندك شخص بيتدخل في حياتك بشكل كبير جدا، وانت مش حابب الحتة دي، او بمعنى اصح مش حابب الموضوع ده، او مش حابب الطريقه دي. فدايما اقول لك حاول تكتم على اي حاجه تخص حياتك. انت معروف عنك ان انت لما بتفرح بتحب تفرح اللي حواليك، بتحب تتكلم، بتحب تقول كل اللي عندك، بس انت هنا عندك شويه ضغوط في البيت، في البيت مش مرتاح خالص، عندك بعض المشاكل بتحاول تحلها، مستني سفر باي طريقه، مستني نقله جديده، مستني تطلع من الوضع اللي انت فيه ده للافضل. فاكتر عندك اكتر من عقبه موجوده في حياتك، بس العقبات دي انت هتعديها باذن الله، بس لازم تحسن من حالتك النفسيه علشان الضغوط دي. كمان انت الفتره اللي جايه دي هيكون فيها استقرار حلو جدا، وهيكون فيها تغيرات حلوه جدا، بس دايما اقول لك قلل من التفكير اللي جواك،
او من يعني من التفكير والصراع اللي جواك علشان انت تطلع من اللي انت فيه. وشكلك اللي باين قوي ان انت مرهق او حزين او تعبان، ربنا هيفك كربك في الوقت المناسب. في ناس عندك يعني هيجي لهم مولود جديد، او انت هيجي لك مولود جديد الله اعلم، وهيبقى باب حلو جدا هيتفتح لك قريب جدا ان شاء الله. انت قاعد ومستني في طاقة انتظار رهيبة، حاطط ايدك على خدك ومستني الايام دي تعدي بشكل المستطاع. انت هنا عندك شوية ذكريات، شوية حاجات من الماضي مأثرة عليك وما زالت مأثرة عليك ومأثرة على مستقبلك، فانت عندك تطوير زي ما قلت لك وتغيير في احداث ايجابية، وعندك فرصة. الفرصة دي هتكون رزق كبير جدا ليك، او هتكون عندك رزق حلو في اختبار من ربنا هتمر بيه، والاختبار ده انت هتقعد مع نفسك وهتعرف قد ايه ان هو ده اختبار من ربنا، وهتحاول تلغي حاجات كتيرة جدا من حياتك وتطلع من اللي انت فيه ده بسلامة وبطاقة ايجابية. كمان عندك مفاجأة حلوة جدا، المفاجأة دي هتكون طبطبة ليك من عند ربنا فقط لا غير، وهيبقى فيه طاقة ايجابية هتتحول ليك على جميع الاسر. انت هنا ربنا هينصرك على من عداك، وهتتفتح زي ما قلت لك الابواب اللي قدامك. انت هنا كمان عندك مقابلة مع حد بعيد عنك، او مقابلة مع شخص بينك وما بينه كلام او مواجهة، او بمعنى صح ممكن مقابلة في حاجة معينة الله اعلم. في قرارات هنا، القرارات دي انت هتاخدها وهتبقى عندك طاقة ايجابية ودفعة لقدام حلوة جدا. كمان انت هنا عندك بداية هتتحول بشكل مختلف، بس انت اليومين دول بتعاني من التوتر والقلق والحيرة، وزي ما قلت لك انت تايه ومش عارف تاخد قرار خالص، بسبب ان انت مبقتش فاهم الشخص اللي قدامك او فاهم اللي قدامك عايز ايه. للمفصلين، انتوا عندكم رجوع بس عندكم جرح في قلبكم مازال بينزف، مازال في نغزات من غير اي سبب، ومش عارفين تطلعوا من الطاقة دي ازاي، فلازم تقربوا من ربنا اكتر. وزي ما قلت لكم انتوا دماغكم ما بتفصلش خالص من التفكير، دايما طول الوقت تفكير، دايما طول الوقت مش عارفين تنظموا اي حاجة ولا تعملوا اي حاجة بسبب الحيرة اللي عندكم والحاجة اللي مأثرة على حتة نومكم. في تواصل مع شخص او مع حد بعيد عنكم، بينكم ما بينه مسافة، او بينكم ما بينه بلد الله اعلم، بينكم ما بينه حاجة مختلفة، هيبقى في كده كلام وهيبقى في تواصل حلو جدا، وانتوا هتكونوا مبسوطين جدا بالتواصل ده. البعض منكم باله مشغول بالرزق، باله مشغول بحاجة معينة في حياته الله أعلم، بس الحاجة اللي انتم مشغولين بالكم بيها هيبقى فيها طاقة إيجابية بإذن الله الفترة اللي جاية، وهتلاقوا دعم حلو قوي هيفرحكم. انتوا هنا مهما الناس بتسألكم بتقول ان انتوا كويسين وان انتوا بخير، بس العكس تماما، انتوا طول الوقت بالكم مشغول وطول الوقت تفكير، ودايما كمية صداع وقلق وارهاق غير طبيعي. فياريت تخلوا بالكم وتاخدوا القرارات الكافية اللي تطلعكم من حالة اليأس اللي انتوا فيه، والتغيير الجذري اللي متعلق بحد في حياتك ده هيقف معاك وهيساعدك. هنا كمان انت في حد هيقف في طريقك وهيساعدك في الطريق ده، وهيعدي لك العقبات اللي موجودة في وشك، وهتتجاوز كل الصعوبات اللي انت موقفة مصيرك. وكمان هتاخد قرار بخصوص الشريك عندك، وهتبقى انت في قمة الازدهار، وهتحس قد ايه ربنا ده كريم عليك ودايما بيطلعك لمركز، يعني لمركز حلو جدا بشكل كبير. فلازم تخلي بالك وتكون حريص جدا على اي طاقات سلبية عندك او في حياتك. ليه؟ علشان انت اللي فيك مكفيك، ما بقيتش ناقص ضغوط ولا بقيت ناقص حتى كسرة قلب او اي مشاكل فيها عراقيل عندك. ليه؟ علشان انت اتألمت، انت شفت كتير مش ما شفتش قليل، انت اتعذبت كتير جدا الفترة اللي فاتت، وحصل عندك شوية يأس، شوية ظلم، شوية توتر، شوية حيرة. الامور عندك بدأت اتقلبت او بدأت تتقلب، بس انت رحت خدت بقى قرار مختلف خالص. فانت هنا عندك خبر حلو، وزي ما قلت لك انت في خطة، او بالك مشغول بحد محبوس عندك، حد في سجن، حد في خانقة من افراد العيلة، او حد انت تعرفه، او حد انت تعرفيه، اي حد عندكم محبوس ان شاء الله باذن الله ربنا هيفك كربه في اقرب وقت ان شاء الله. بلاش من وقت للتاني تحسوا بالرغبة ان انتوا ما يكونش نفس لاي حاجة، ده غلط جدا، وانتوا كده بتزودوا الطاقة السلبية. لا، عشان تخرجوا من الحاجة الحالة اللي مأثرة عليكم لازم تدعموا نفسكم وتطبطبوا على نفسكم اول باول. ومهنيا هنا انت عندك موقع في التواصل الاجتماعي حلو جدا، وهيكون عندك رسالة ايجابية ليك، وهت
تحصل على القضية او على الحاجة اللي انت عايزها. وزي ما قلت لكم لو حصل عندكم عراقيل في اكتر من طريقة عندكم، فده هيكون طاقة ايجابية ليكم ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه وتبصوا للنجاح اللي في حياتكم. كمان اقدر اقول لكم هنا ان في فرحة عائلية، الفرحة دي ممكن تكون خطوبة، ممكن تكون جواز، ممكن تكون رسم في اكتمال علاقة، الله اعلم. فهيبقى في طاقة ايجابية، والناس اللي بينها وما بين حد زعل هيبقى في رضا الايام اللي جايه، وهيبقى في امور حلوه. واقدر ابشركم ببدايه تغير تغيير جذري في حياتكم. انتوا هنا في انتظار الاموال اللي تجيلكم، بس دايما اقول لكم احذروا من التسرع، علشان ساعات بتندموا. انتوا دبش في كلامكم ساعه ما تكونوا متعصبين، انتوا عصبيين جدا الفتره دي ومش طايقين اي حتى اي حد، ومن كتر العصبيه بتقولوا كلام يزعل الطرف اللي قدامكم، وما بتعرفوش تاخدوا اي قرار او حتى تعملوا اي حاجه غير ان انتوا بتقولوا كلام يزعل الطرف ده. فانتوا في علاقه مسمومه او علاقه سامه بمعنى اصح، وفيها تعب نفسي او فيها طاقه سلبيه. في شخص، الشخص ده دايما بيرابك، الشخص ده دايما بيأذي فيك، الشخص ده دايما بيحاول ان هو يتكلم عليك في كل العراقيل او بكل الصدمات اللي انت بتمر بيها او بكل الضغوط اللي في حياتك. فلازم تطلع من اللي انت فيه ده، وهيبقى عندك حضور مناسبه في العيله، والمناسبه دي هتبقى فيها فرحه عندكم. والتغيير اللي هيحصل زي ما قلت لكم هيكون لصالحكم انتوا، علشان انتوا هنا الفتره دي اللي مستنيين التغيير، او بتسعوا عشان تطلعوا من الازمه اللي انتوا فيها، الازمه اللي عامله لكم المشكله الكبيره، واللي عامله لكم الضغط النفسي اللي انتوا فيه. كمان هنا في حد هيجيب لكم رساله تخبير عن حد، وما عايزه اقول لكم انه في حاجه حصلت معاكم في الماضي، انتوا ممكن تكونوا دخلتوا في اكتر من علاقه ومفيش استكمال في العلاقات بتاعتكم، دخلتوا في اكتر من ارتباط ومفيش اي استكمال في الارتباط بتاعكم. فخد خدتوا خطوه بخصوص حياتكم بشكل كبير جدا، وهيبقى في طاقه حلوه. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني مكسب حلو قوي وهتفرحوا بيه قوي. المكسب ده هيبقى ليكم انتوا تغيرات في كذا حاجة، في مشكلة مادية هتحلوها، وهيبقى في طاقة تانية مختلفة. البعض منكم هنا عنده محكمة بخصوص ماديات، وهيبقى المحكمة في صالحكم انتوا، فما تقلقوش خالص. اي نعم حواليكم ناس بتتكلم عليكم بتجيب في سيرتكم، بس انتوا مش مديين الموضوع اي اهتمام ولا اي حاجة. عندكم ليه حيرة في قرارين، او ليه حيرة في موضوعين، حيرة مع شخصين الله اعلم، وشايلين الهم وشايلين المسؤولية فوق كتفكم بخصوص اولاد، او بخصوص اشتياق لاولاد او حنين ليكم. في شخص عندكم هنا تعب او هيتعب بشخص قرار انتوا هتاخدوش، القرار ده هيكون غريب جدا وانتوا مش عارفين تستوعبوه. فلازم تبطلوا التفكير في الحد اللي سايبكم او سابكم متعمد، عشان انتوا جسمكم بدأ يوجعكم، والعظم عندكم بدأ يحصل فيه حاجات غريبة. ورغم ان انتوا شجاعين جدا وقوياء جدا، بس حاجات غريبة بتحصل عندكم بتخليكم مش عارفين تاخدوا اي قرار. وتخلوا بالكم من علاقاتكم اللي عندكم، او من الامور اللي عندكم، والترقية اللي هتجيلكم دي انصحكم دايما ان انتوا ما تتكلموش عنها وما تفتحوش بخصوصها اصلا اي حاجة، علشان خاطر الحسد الشديد، وعلشان خاطر انتوا مش ناقصين ان انتوا تفضلوا طول الوقت تبوحوا عن حاجات جواكم او عن حاجات انتوا عايزينها. فده بيعمل لكم الطاقة اللي انتوا شايفينها دي، وبيعمل لكم الطاقة اللي مؤذية ليكم. حافظوا على حياتكم بالشكل الكبير، وبعدوا عن اي حد ممكن يأذيكم. انتوا معروف عنكم ان انتوا اشخاص هاديين جدا، بتحبوا الضحك والهزار وجدعانة، واشخاص كده جدعانين جدا في المعاملة، وعشان كده ربنا نجاكم من حد كان متعمد فعلا يأذيكم، وكان عايز ياخد منكم حاجات كتيرة جدا. وعشان كده انتوا حاليا حاسين ان شايلين هم الدنيا كلها في وشكم، وحاسين ان انتوا طاقتكم خلصت، وشايلين طاقة سلبية كبيرة. اللي انتوا فيه ده غلط، انتوا بس كل مشكلتكم ان انتوا ما ينفعش تثقوا في حد زيادة عن اللزوم، وما بلاش ان انتوا تتعاطفوا قوي مع الاشخاص اللي حواليكم. بالعكس انتوا عندكم طاقة ايجابية وعندكم حاجة جديدة هتفرحكم قوي، والحاجة اللي اتقفلت في وشكم لما كنتوا محتاجينها انتوا ما تعرفوش الحاجة دي اتقفلت ليه. فممكن ربنا يديكم من حيث لا تحتسب الفترة اللي جاية. في كمان هنا المكالمة دي هتجيلك بعد شوية او بعد كام يوم او الايام دي اللي انت فيها، خلال الفترة دي هتجيلك مكالمة حلوة قوي، وهيبقى ليها بشرة ليك انت جدا، وهتكون مبسوط بيها. اول مكالمة دي، او اقدر اقول لك ان
المكالمة دي هتخليك كده تاخد احساس جميل في حياتك، وهيبقى في شراء ملابس او التزامات شخصية ليك انت من التواصل الاجتماعي او من حاجة انت هتجدد فيها، الله اعلم، بس هيكون في عندك تحقيق وهتسمع اجمل خبر انت بقالك مدة مستنيه. الفترة دي هي فترتك، فلازم تثبت وجودك وابعد عن اي حد متعمد ان هو يأذيك، او متعمد بمعنى اصح ان هو يخليك الفترة دي دايما في ضغوط رهيبة، دايما مفيش استقرار، 24 ساعة تفكير او 24 ساعة عايز تشتغل. وعشان كده زي ما قلت لك، الالم في الركبة والالم اسفل الظهر والالم في شكلك كله بدأ يظهر عليك بسبب ان انت مش راحم نفسك خالص، ولا في شغل ولا حتى في تفكير، طول الوقت عمال تفكر، عمال تطلع عايز تاخد حقك بأي طريقة، عايز تشوف الحياة بشكل مختلف، عايز تنجح، عايز تعافر، الله أعلم، بس انت عندك نجاح بإذن الله، هيكون بشرة ليك خير، او هيكون عندك فرحة جميلة جدا هيعوضك من اللي انت بتمر بيه او من الحاجات اللي أزياك بمعنى أصح. تحياتي ليك وأتمنى لك الخير.